سنة وحضراتكم بخير، كل سنة ومصر بلدنا الحبيبة في خير وفي أمن وفي سلام، كل سنة والأهل والأهلوية دايماً في نجاح، كل سنة وكل جماهير مصر بخير ورمضان كريم. في برنامج رد الجميل كان رمضان كريم قوي علينا السنة دي، أي نجاح فضل من المولى عز وجل. للسنة الثانية على التوالي نجاح برنامج رد الجميل كان بفضل الله عز وجل ثم بفضل حضراتكم. في برنامج رد الجميل دايماً رافعين شعار احترام التاريخ وأصحاب التاريخ، وإن الرياضة دايماً أخلاق، والروح الرياضية هي اللي هتجمع ما بيننا. في برنامج رد الجميل زرنا محافظات كتير علشان نقول لنجوم كبار شكراً من القلب، شكراً على مسيرة رائعة ومشوار مشرف. معانا في رد الجميل نجوم من الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولين والترسانه، من الاولمبي والاتحاد، كان من المنصوره والمحله، وكمان كان معانا من المنيا، وكان معانا بطل اولمبي كبير، بطل صاحب اشهر ميداليه في تاريخ الاولمبياد، كابتن الكبير محمد رشوان. وطبعا زرنا الفيوم علشان نرد الجميل لوالده صاحبي وحبيبي الله يرحمه محمد عبد الوهاب. ولما قررنا نرد الجميل لشخصية خارج الوسط الرياضي ما لقيناش أفضل من شخصية البطل الشهيد الخالد أحمد منسي.